الغربال وختامه أهلي. ارجعوا كده بالذاكرة لبداية الموسم، افتكروا الكلام اللي كان بيتقال على انه اللي حصل السنة اللي فاتت مش هيتكرر تاني. الموسم الناري اللي الأهلي عمل فيه عودة قوية جدا وفاز بالبطولة مش هيحصل. ترتيبات كتيرة اتقالت وكلام كتير اتقال واتهامات بالجملة، لكن الدوري اللي هيسدل عليه الستار في احتفالية كبيرة باستاد الأهلي وفي السلام إن شاء الله تعالى بعد غد يوم الأحد، ختامه أهلي. ختامه أهلي دي من ناحية، وهتشهد مفاجآت هي الأولى من نوعها بإذن الله. الشركة الراعية والمنظمة السبت يوم السبت ممكن الاحتفالية دي تبقى نقلة نوعية في نقل المباراة. يعني مش هقول حاجات كتير عشان ما نفسدش الأمور، لكن أتوقع إن احنا نشوف حاجة جديدة، ترتيبات تليق ببطل بيتوج قبل نهاية المسابقة بسبع أسابيع وبأرقام قياسية. ما حدش خد باله يا أستاذ إبراهيم إن التكريم الذي ناله الأهلي هو في سبع مباريات متتالية بتعمل له ممر شرفي. إذن هو في كل مباراة يحتفل به الفريق المنافس، وهذا لم ينتقص من جدية النادي الأهلي في خوض مباراته كأنه يلعب ما زال على اللقب. طيب، الأهلي فاز باللقب في موسم رائع جدا بالنسبة له قبل كورونا. شفتوا شكل الأداء عامل إزاي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، وكان أول سويسري يقود الأهلي في تاريخ الكرة الأهلوية. بعد كورونا حصل تحول، الأداء اختلف شوية لكن النتائج الجيدة فضلت مستمرة إلى أن تولى بيتسو موسيماني، وأعتقد كلكم مستمتعين بأداء الأهلي الرائع جدا مع موسيماني.